مولدك ايه ده استغرب. ليه؟ لانه نفس الصدمه دي جمهور النادي الاهلي، وانا اسف او اعذرني بقى في اي حاجه هتكلم مع حضرتك فيها، جمهور النادي الاهلي مصدوم، او بناء على الكلام اللي بيجي لي، خلي بالك اي حاجه انا بتكلمها ده مش رايي. طبعا. اي جمهور النادي الاهلي مصدوم من الكابتن وليد، مصدوم من الكابتن وليد في مواقف معينه وواضحه وهتكلم معاك فيها. اتفضل. خلينا نبدا بالمواقف من خلال عبد الله السعيد. اول حاجه، دايما كابتن وليد صلاح، اقول لك قصه عبد الله السعيد ببساطه. اتفضل. يعني بس عشان يبقى كلامنا مع الناس. بيهتم دائما او ان هو يبرز ان عبد الله السعيد، النادي الاهلي خسر عبد الله السعيد، ان النادي الاهلي خسر كتير لما باع عبد الله السعيد. هل ده اللي حضرتك بتمشي بيه؟ طيب، او ده وجهه نظرك؟ انا يعني، انت صاحب عبد الله؟ يعني تعرفه؟ طبعا اساله طبعا. يعني انا ماليش علاقه بعبد الله السعيد خالص، انا ما شفتوش في عمري كله غير مره او مرتين. ف اي حد يفتكر، كل الناس بتقول انت علاقتك بعبد الله، انت تعرفه، انت بيسموه عبد الله وليد وليد صلاح. والله والله، ولا يعني عبد الله نجم كبير طبعا، بس انا ماليش علاقه بيه، يعني شفته مره او مرتين في حياتي. فهي الفكره، قصه عبد الله السعيد يا كابتن اسلام متقسمه اربع اجزاء. فضل. سريعا، الجزء الاول، اول ما عبد الله السعيد، يا كابتن مش لازم سريعا، قول، انا عايزك تقول، لانه يعني لو النهارده مهم جدا ان حضرتك توصل وجهه نظرك، وانا هحاول، انا اسف لو هقطعك في اجزاء معينه. براحتك. لانه ده راي الناس. براحتك. يعني انا هقول لك الراي اللي بيتقال في الموضوع ده ايه. براحتك. من خلال جمهور النادي الاهلي زي ما انت عايز. اتفضل. الجزء الاولاني، لما عبد الله السعيد راح نادي الزمالك ومضى لنادي الزمالك، انا طلعت في اون سبورت قلت عبد الله غلطان، وغلط كبير جدا جدا ان عبد الله يسيب النادي الاهلي. حتى لو عبد الله السعيد ليه اسبابه اللي احنا ما نعرفهاش، او كواليس اللي احنا ما نعرفهاش، بس عبد الله خسر كتير جدا 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 بالموقف ده. والكلام ده متسجل، افتح بقى اليوتيوب هات الاون، الكلام ده متسجل يوم ما عبد الله عمل كده. ادي الجزء الاول. يعني انا رايي تحديدا، تقريبا مع الكابتن شوبير كمان تحديدا، في موضوع عبد الله، انك يا عبد الله غلطت وخسرت كتير جدا جدا جدا، انك طلعت من النادي الاهلي مضيت في نادي الزمالك، حتى لو انت ليك اسباب. تمام. ادي الجزء الاول. الجزء الثاني، بعديها بيومين ثلاثه، لما النادي الاهلي رجع عبد الله السعيد، انا قلت ان انا وجهه نظري مختلفه، كان وجهه نظري على النادي الاهلي انه كان لما عبد الله السعيد يطلع بره النادي الاهلي ويمضي في نادي الزمالك، فالنادي الاهلي يقول له شكرا احنا خلاص. بس هو ده اللي حصل. ما هكملك. اتفضل. شكرا. احنا اول رساله لينا في النادي الاهلي، اول سؤال بتساله لاي لعيب، انت عايز تلعب في الاهلي ولا لا؟ صح. فلازم اللعيبه تقول انا عايز العب في الاهلي. لازم القايمه كلها ال 30 لعيب اللي متأيدين كلهم يبقوا حابين انه يلعبوا في النادي الاهلي، وانس ان في حد عايز يمشي يمشي. فانا كان رايي انه ما يرجعش. انا ما كنتش برضو قلته بقى، انا قلت الراي ده، ان انا من وجهه نظري كان النادي الاهلي يقول لعبد الله انت رحت ومضيت في نادي الزمالك وخدت فلوس، خلاص يعني اللي انت عايز تعمله اعمله، واحنا ما بنقفش على لعيب، النادي الاهلي طول عمره ما بيقفش على لعيب. ده اللي حصل. ومن وجهه نظري انه كان قبل ما يرجع النادي الاهلي، يعني قبل ما النادي الاهلي يرجعه وبعدين يعرضه للبيع. فده كانت وجهه نظر، ان النادي الاهلي ما كانش يرجعه. تمام. انا عرفت تفاصيل ما كنتش اعرفها برضو، انت عارف احنا برضو في الهوا او على الهوا بتبقاش عارف، بنبقى بعيد شويه من الغرف المغلقه، ومين خد مين ودخل بيه اوضه مدير الكوره وقال له امضي، وايه اللي حصل، الكواليس دي ما بتبقاش عندنا. صح. دي برضو تعتبر اسرار. فهمت بعد كده ان النادي الاهلي كان برضو مزنوق في انه لازم يعمل كده لسبب او لاخر. برضو كان النادي الاهلي مضطر انه لازم يرجع عبد الله السعيد ويطلعه في حته ثانيه. بس انا كانت وجهه نظري ساعتها، ودايما وجهه نظري، يعني مثلا نيمار ساب برشلونه تفعيلا للعقد ب 222 مليون جنيه ومشي، يبقى نيمار مش عايز يلعب في برشلونه. انا وجهه نظري نيمار ما يرجعش برشلونه خالص. واداره برشلونه هم دلوقتي منقسمين، وجماهير برشلونه منقسمه. انا وجهه نظري الشخصيه كوليد اقول ما يرجعش. واي حد اساء للنادي الاهلي بشكل او باخر ما يرجعش. نتصالح، نبقى حبايب، اخوات، كل حاجه، ده كل ده وارد. لكن ان انا ارجعك تاني بعد الاساءه، انا كانت وجهه نظري ساعتها لا. انا ممكن اقطعك بقى في النقطه دي. من الممكن جدا ان يكون النادي الاهلي
رجع عبد الله السعيد وفي دماغه حاجه تانية. بمعنى اللي حصل بعد كده ايه؟ ان النادي الاهلي رجع عبد الله السعيد، او مش رجع عبد الله السعيد، النادي الاهلي جاله عبد الله السعيد، جاله عبد الله السعيد، وبالتالي النادي الاهلي بعدها عمل ايه؟ بعدها مش بساعتين ثلاثه، مش بكتير، عمل ايه؟ عرض عبد الله السعيد للبيع، او اعاره، او باعه، او كذا او كذا او كذا. وبالتالي نفس الفكره، يعني ما لعبش تاني في الاهلي يعني. من الاخر فهي تقريبا نفس الفكره اللي حضرتك بتتكلم فيها، ان هو انت كنت رافض، ولكن النادي الاهلي جاله عبد الله السعيد، وبالتالي هو باعه. تمام، دي كانت وجهه نظري ساعتها. ده الجزء الثاني. نخش بقى في جزء فني اللي هو الجزء الثالث. انا بحلل كوره، ولما بطلع على الشاشه لازم اقول اللي انا شايفه. انا عهدت ربنا من سنه 2004 ان انا لما هشتغل في المجال ده، وبرضه بعد كده هنيجي في الكلام، ان ولا ليا مصلحه مع حد، ولا خايف من حد، بخاف من ربنا بس سبحانه وتعالى. غير كده ما بخافش من حد، ما فيش حاجه خاف منها اصلا، ما عنديش مصلحه مع حد اصلا. فانا دايما بحاول بقدر الامكان ارضي ضميري. فكان في المستوى الفني بنطلع في قناه الاون بنحلل مباريات النادي الاهلي. النادي الاهلي مباراه واثنين وثلاثه واربعه وحش، تمام. فسؤال صريح، النادي الاهلي ليه اداؤه قل؟ فبتقول ان النادي الاهلي بقاله سنين طويله متعود على 4-2-3-1. عبد الله السعيد ركن اساسي في الـ في الـ في الجزء ده، في الجزء ده، في الاستراتيجي بتاع النادي الاهلي. زي ما كان ابو تريكا جزء اساسي في رقم 10، فلما ابو تريكا اعتزل قلنا الكلام ده، ان النادي الاهلي هيصبر شويه وهيستحمل شويه، والجماهير تصبر شويه على ما يجي حد تاني يقوم بنفس الدور. تمام. وقد كان بعد ابو تريكا النادي الاهلي فيه هزه حصلت، بعد كده عبد الله السعيد جه. في الوقت ده انا قلت الكلام ده، ادي الجزء الثالث. الجزء الرابع بقى الاخير، ان اول واحد في مصر قال لازم النادي الاهلي يجيب محمد مجدي قفشه كنت انا، وهو في انبي. يعني انا ما اعرفش عندكم الحاجات دي، كان انبي بيلعب تقريبا الجيش، ومجدي قفشه عمل حاجه كده اسمها، انا مسميها التابلو، اللي هي ايه؟ كره مركبه. عملها وخدها وراح حاططها للراس حربة. قلت يا جماعه يوميها، قلت يا جماعه على مسؤولي النادي الاهلي انه سريعا يتحركوا، ان محمد مجدي قفشه دي او ده الترس اللي ناقص النادي الاهلي، ده اللي هيجي رقم 10 يعوض المكان اللي تركه عبد الله السعيد. تمام. الناس بقى من ساعتها، الكلام ده من سنتين، فاكرين لي ان انا قلت من سنتين، من سنتين عبد الله، مش هو مش تقريبا من سنتين تقريبا اكتر يعني، فاكرين لي ان انا قلت فاكرين لي بقى ان انا قلت عبد الله السعيد ملوش بديل ساعتها. ف يعني اثبتت الايام طول السنتين حتى هذه اللحظه. النهارده بقى محمد مجدي قفشه بيقوم بنفس الدور. من قبله كان في صالح جمعه اعتقد، صالح برضو كان بيبعد، ناصر حاول، احمد حمدي حاول. يعني انا بكلمك على واحد يجي يركب ما ينزلش، يبقى هو بلغه الكره كده الترس اللي كان ناقص النادي الاهلي. بس برضه فادي قصه عبد الله السعيد كلها. ممكن اناقشك فيها دي؟ اتفضل. طيب، خلال الفتره اللي حضرتك بتتكلم فيها دي، هو الاهلي ما خدش بطولات وعبد الله مش موجود؟ يا عم النادي الاهلي هياخد بطولات على طول مدى الحياه. انا بتكلم في حاجه تانية، انا بحلل المباراه يا اسلام، بحلل المباراه. يعني انا وانت اتفرجنا على مباراه، وانت بتقول لي، انت مقدم البرنامج وبتقول لي النادي الاهلي النهارده الاداء وحش ليه؟ هو النادي الاهلي ما هو بيكسب ووحش، ايه المشكله؟ والنادي الاهلي هياخد بطولات ان شاء الله مدى الحياه وطول العمر، والنادي الاهلي مع اي حد بياخد بطولات. الفكره ان انت بتكلمني مثلا شايف الشكل دلوقتي، تقصد مثلا شايف الماتش ده دلوقتي يعني. ايوه، شايف الشكل اللي احنا شايفينه دلوقتي مع مستر فايلر، هو ده اللي احنا عايزينه. فاكر الشكل بتاعكم ايام مانويل جوزيه؟ مانويل جوزيه اللي هو ان انت، انا ما بتفرجش على المباراه عشان اعرف الاهلي هيكسب ولا لا، انا بتفرج على المباراه عشان حاجتين، اشوف الاهلي هيكسب كام، خمسة ولا ستة ولا كام، واتفرج استمتع بالعرض. اسلام الشاطر بيعملها لعماد متعب، فعماد بينط، ففلافيو يعملها لابو تريكا بكعبه، حاجه بحب اتفرج عليه. النادي الاهلي بيعمل كده دلوقتي. انت لما تيجي تسالني بقى في لما كان عبد الله مشي، في الخمس ست سبع ماتشات اللي في الاول، انا بحلل لك مباراه من يعني سنتين. النهارده من سنتين يعني النهارده اجاييه مثلا اول امبارح عامل حوار، فبيقولوا له انت مفتقد مين؟ قال لهم مفتقد لعبد الله السعيد انا وزمايلي كلها. طب نعمل ايه بقى لاجاي؟ نروح جمهور الاهلي يزعل من اجاي؟ انه قال يعني يا جماعه كوره. المشكله بقى في الجمهور بيعمل ايه يا اسلام؟ بيربط الكوره باللي بره الكوره، بان انت مثلا واحد زعلان منه
طب انا رايي واضح وصريح، عبد الله السعيد غلطان غلط كبير جدا جدا جدا، هيندم عليه العمر كله انه ساب النادي الاهلي في التوقيت ده، لان عبد الله كان واحد من اساطير النادي الاهلي. كنا انا شخصيا كنت اتمنى ان عبد الله يكمل نادي المئة وهو في النادي الاهلي. ايه المشكله في كده؟ وما اعرفوش او ما فيش علاقه يعني ما تربطني بعبد الله، بس هو ده كان رايي ساعتها. هل بس الراي ده يعني انا مش شايف فيه اي حاجه من وجهه نظري طبعا تزعل النادي الاهلي. احنا بنحلل الماتش، الاهلي مش زعلان على فكره، لا الجماهير النادي الاهلي. انا بحلل الماتش انا وانت. فانت بتقول لي ايه رايك في الاهلي النهارده، فبقول لك والله كسب بس مش ده اداء النادي الاهلي. تقول لي طب ايه اللي ناقص النادي الاهلي النهارده، اقول لك ان كلهم بيجروا بسرعه بس ما فيش حد ظابط الايقاع، ما فيش حد عامل الهارموني والتجانس بين الفرقه. بص مثلا في مباراه الانتاج مجدي قفشه لما وقف الكوره، لما اجيع عملها له راح موقفها كده وراح عاملها لرمضان صبحي مثلا، دي ما كانتش موجوده. فانا بحلل المباراه، ايه علاقه بقى ان الناس تزعل مني علشان عبد الله مشي من النادي الاهلي، فجمهور النادي الاهلي زعلان من عبد الله فيجيبوها فيه؟ طب بس تمام. لكن الكلمه اللي دايما متداوله او دايما الناس بتتكلم فيها يا كابتن وليد اللي انت بتقولها دائما، او ان عبد الله سعيد ملوش بديل ساعتها من سنتين قلتها مره واحده، لكن من بعد كده انت عارف الايام يا كابتن اسلام اثبتت ان الكلام اللي انا قلته كله طلع صح. ده عبد الله لعب كاس عالم، وعبد الله لعب كاس امم الاخير ده اللي هو من كام شهر. يعني فعلا قعد منتخب مصر والنادي الاهلي رقم 10 هو عبد الله اللي بيلعب. لا ولكن احنا ده فنيا يعني. فنيا هرجع لك برضه النهارده الفنية. مين اللي في منتخب مصر يا كابتن اسلام رقم 10؟ قول لي عبدالله. ومين تاني؟ مجدي قفشه. بس لو مجدي قفشه خد المكان ده ومسك في الفرصه هيبقى هو نمره واحد. صح ولا لا؟ ولو احترف هقول انه في الوقت ده ملوش بديل، شيء طبيعي لغايه لما يدخل عمار حمدي، يدخل اي لعيب يسد الفراغ ده. وبالتالي انت الموضوع بالنسبه لك مش اكتر من وجهات نظر فنيه يعني. خالص مش ما يعني مش مشارك عبد الله السعيد يعني في موضوع يعني هي الناس عادي يعني. الناس وملهاش والله ملهاش علاقه خالص يعني. انت عارف يا اسلام احنا شغالين هوا، والهوا ده يعني انت بترد على السؤال في ساعتها. فانت ممكن تسالني دلوقتي اي سؤال محرج مثلا، اي سؤال خطير هرد عليك. انا هسالك اسئله كتير يعني انت فاهمني. يعني مثلا انت لو قلت لي مثلا ايه رايك في ابو تريكه مثلا، انا بدون مثلا ما ادخل في اي مثلا ما اعرفش التفاصيل مثلا القانونيه اقول لك ابو تريكه ده واحد من اعظم اللعيبه اللي جت في تاريخ مصر، نفسي يرجع، نفسي النادي الاهلي، نفسي قناه الاهلي تروحوا تعملوا معاه حلقه هناك، نفسي يتكلم في قناه النادي الاهلي، نفسي تبعت له كاميرا. انا من غير ما ادخل في اي اجواء بره اخرى يعني هعامل ضميري يعني اسالني اي سؤال في الدنيا هرد عليك بضميري، وانا ونصيبي بقى. الناس تزعل من بره، يجي لك تليفون بقى من بره انت قلت فلان واصل ما كانش حصل واصل، بس يا رب الناس تقتنع يعني برضو